مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أسواق. نطل عليكم اليوم في حلقة متميزة مع ضيف متميز في أدائه وإدارته، يشغل منصب مدير عام لمؤسسة في غاية الأهمية وفي غاية الحساسية أيضا، حيث تعد الشريان الرئيسي للوطن والمواطن. الدكتور هايل عبيدات، مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، أهلا بك دكتور هايل. أهلا وسهلا فيكم دكتور. بداية حدثنا عن دور مؤسسة الغذاء والدواء، دورها الرقابي بشكل عام لو سمحت. المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية كانت أول مؤسسة عربية وفي المنطقة تنشأ لغاية الرقابة على سلامة الغذاء ومأمونية الدواء، وكان هذا الكلام في عام 2003، فكنا أول مؤسسة عربية رائدة في هذا المجال، والحمد لله على بعد مرور ما يقارب 14 سنة اكتسبنا خبرة واسعة في هذا المجال. الغاية كان من إنشائها طبعا تطور العالم وتطور التشريعات، فكان في رعاية ملكية بالموضوع هذا، فكان لابد من إيجاد هيئة رقابية لغاية هدفين أساسية. الهدف الأول هو ضمان سلامة وصحة الغذاء في جميع مراحل تداوله، والهدف الثاني ضمان مأمونية وفاعلية الدواء وتوفره بسعر مناسب للمواطن الأردني وفي أي وقت يكون على مدار العام. هذا كان الأهداف الأساسية الاثنين، والهدف الثالث كان هو بناء شراكات حقيقية وفاعلة مع المؤسسات الشبيهة وأيضا مع القطاع الخاص. هذا هي كان الهدف من إنشائها. لماذا أنشئت المؤسسة العامة للغذاء والدواء؟ السبب الأول في الإنشاء هو ازدياد الاهتمام الرسمي والوعي الشعبي في مسألة أهمية سلامة الغذاء ومأمونية الدواء. الهدف الثاني هو الإفراط في استعمال المواد الكيماوية في الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والمواد الغير عضوية، فكان لابد من إيجاد هذه السلطة الوطنية، الهيئة الوطنية اللي هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء. والسبب الآخر هو انتشار ظاهرة التزوير والتهرب والتهريب أيضا، وخاصة في مجال الشراء الإلكتروني والتسوق الإلكتروني، فلأنه يتعرض المواطن لكثير من التضليل في هذه المواد، فكان لابد من إنشاء هذه المؤسسة. والهدف الآخر وهو مهم جدا أيضا هو دخول الأردن منظمة التجارة العالمية WTO، فلابد أن الأردن أيضا يوائم دخوله وتشريعاته بما بهذا المجال، حتى تستطيع الصناعة الأردنية سواء في مجال الغذاء أو الدواء أن تنافس الصناعات العالمية، وهذا ما حصل. وأيضا يكون الأردن مطمئن أيضا لسلامة الغذاء المستورد ومأمونية الدواء أيضا وفاعليته، حتى لما يدخل للسوق الأردني أنه يكون آمن وسليم. ومن هون سيدنا حكى قال أنه غذاء المواطن ودواءه وصحته خط أحمر لا يجوز العبث بهما. نعم دكتور، قبل إنشاء هذه المؤسسة من كانت على عاتق أي مؤسسة الدور الرقابي؟ هل وزارة الصحة أم المواصفات والمقاييس أم؟ لا، موضوع الغذاء والدواء كان هو من اختصاص وزارة الزراعة، فكان في مديرية للغذاء ومديرية للدواء في وزارة الصحة، وهي تعنى في هذا الأمر تحت مظلة قانون الصحة العامة. وكان أيضا في تشابك في الصلاحيات والهذا والاختصاصات مع عدة جهات حكومية، وزارة الزراعة والبلديات، وزارة البلديات، البلديات المنتشرة في المملكة، أيضا أمانة عمان. هذا التشابك كان. مؤسسة المواصفات والمقاييس كانت وما زالت هي، إذا كان دور الرقابة موزع على موزع هذه الجهات الحكومية، فكان يعني في تشتت للمرجعيات. مؤسسة المواصفات والمقاييس هي من تضع المواصفة القياسية والقواعد الفنية سواء في مجال الغذاء أو غيره، والمؤسسات الحكومية عليها الالتزام بتطبيق هذه القواعد الفنية والمواصفات القياسية، وما كان لها دور سابقا في مسألة الرقابة على الغذاء أو الدواء.
هي دورها أشبه بالدور التشريعي، من يحط من يضع الضوابط الفنية والقواعد الفنية. نعم دكتور، الآن هل يوجد توافق أو تعارض مع هذه الجهات الحكومية مثل وزارة الصحة، مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس، وزارة الزراعة؟ ما هي الدور التكاملي الآن مع المؤسسة؟ الآن يعني احنا يعني من 4 سنوات أو من 5 سنوات صراحة هو دور تكاملي موجود مع كافة الجهات الحكومية من خلال مذكرات تفاهم تحدد أطر التعاون وتحدد دور كل جهة في هذا الموضوع. نقول عن الصناعة والتجارة مثلا، نحكي عن المواصفات والمقاييس، هي من تضع المواصفة القياسية، ما إلها يعني أنيط موضوع الغذاء والدواء وملفه كاملا بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء. أيضا وزارة الصحة ما إلها دور حاليا في موضوع سلامة الغذاء ومأمونية الدواء، هي دورها في الصحة العامة موضوع رقابي آخر. والشيء الثاني أنه ما كان موجود أصلا في قانون الصحة العامة النصوص التي كانت تتعلق بالغذاء والدواء وتصنيعه، نقلت إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء ضمن قانون المؤسسة أولا، وقانون الغذاء ثانيا، وقانون الدواء، وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية. وحاليا أيضا في على يعني على الطريق يعني، وبعتقد بالدورة الحالية الاستثنائية يتم إقرار قانون الرقابة على المنشآت الاقتصادية، وهو من يحدد أيضا الجهات التنظيمية والأطر المرجعية والقانونية لعمل الجهات الرقابية، وهذا يكفل الشفافية في تطبيق القرار، ويكفل أيضا الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص دون الإضرار لا بمصالح القطاع الخاص أولا، ولا بالتساهل بمسألة مأمونية وسلامة الغذاء أو الدواء. وهذا صدقا بخفف أعباء على طرفين، الطرف الأول هو الجهاز التنفيذي الحكومي، لأن تشتت المرجعية ليس من صالح أحد، لا يعقل أن يكون في هناك 18 زيارة لعشر جهات أو 8 جهات أو 5 جهات، تطلع الغذاء والدواء، بيجي الأمانة، بتيجي البلدية، بتيجي الصحة والزراعة وهكذا، ولجان السلام العام لابد أن يكون في تأطير لها وتحت مظلة قانونية واحدة. لا يجوز يعني التعسف في تطبيق القانون أو المزاجية وأنا بدي أطبق القانون على كيف، لا، في أطر مرجعية وتنظيمية، أنا في المكان اللي ما إلي فيه فروع أستطيع حسب القانون وأيضا قانون الغذاء وقانون المؤسسة أستطيع أن أفوض صلاحية أي جهة صحية أستطيع. يعني هو عندنا تفويض لمديرات الصحة في المناطق اللي لا يوجد المؤسسة العامة للغذاء والدواء فروع فيها، في تفويض لوزارة الصحة، في تفويض أحيانا للجان السلام العامة أو الزراعة أو أي جهة أخرى. هل العائق اللي كان أمامنا صراحة هو بمسألة البلديات، لأنه قانون البلديات، البلديات هي جهات اعتبارية مستقلة ولها الحق في الإشراف على أمور تنظيم الأعمال والمهن والرخص من خلال نظام المهن وأيضا نظام المسالخ. وإحنا نقول أنه أوكي يعني بالنسبة للمسالخ هي من اختصاص البلديات واختصاص وزارة الزراعة واختصاص أمانة عمان، كل في منطقته، لكن الغذاء المتداول والصلاحية للاستهلاك البشري القانون لم يعطيه إلا لجهة واحدة وهو المؤسسة العامة للغذاء والدواء، هي من تجيز سلامة الغذاء، هي من تجيز صلاحية الاستهلاك البشري. لكن إذا بدنا نظل يكون في صراحة يعني تضارب في الصلاحيات، التداخل في المرجعيات، نعم، هذا يضر في البلد. نعم، المتابع دكتور يلاحظ أن هناك أحيانا بعض التقاطعات بينكم وبين بعض المؤسسات الحكومية، فتكون هناك تصريح من قبل مؤسسة حكومية وأنتم بدوركم تنفون هذا التصريح أو هذا الخبر، ويعودونهم يقولون أن الخطأ من ناحيتكم. ما سبب هذه التضارب، هذه التضاربات وهذه التخبطات في التصريح؟ يعني في مؤسسة حكومية لا أذكر، قد يكون من مؤسسات المجتمع المدني وفي خلط في الموضوع بين تحديدا الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك وتهتم في هذا الموضوع، هي جمعيات من جمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والتي لا تعنى هذا. احنا لا، احنا ما نقوم فيه، نقوم فيه عملنا في سلسلة الرقابة على الغذاء
مبني على درجة المخاطر، تحليل المخاطر أيضا، وبنفس الوقت موثق هذا الكلام سواء من ناحية المخالفة، سواء من ناحية الزيارات، سواء من ناحية الإتلافات. ولكن أحيانا يتم في تقاطعات في مواضيع مهمة جدا زي السلع الاستراتيجية، مثال على ذلك السلع الاستراتيجية التي تستوردها الحكومة. يكون هناك احنا عندنا قرار يعني فني مبني على نتائج مخبرية. هل السلع هذه قد تكون موردة أو تستورد للبلد من خلال شركات، ولكن من يقوم بالإشراف على التوريد أو لمن تستورد؟ خلينا نقول على سبيل المثال المؤسسة المدنية أو العسكرية، أو مثلا وزارة الصناعة والتجارة. هلا احنا بيجي دخولنا دورنا انه هذه حسب القاعدة الفنية وحسب الفحوصات المخبرية مخالفة، لا نستطيع إجازتها. هنا ممكن يكون في أحيانا نوع من الاختلاف في وجهات النظر، لكن الحمد لله يعني لما نقول اختلاف في وجهات النظر مع مؤسسات حكومية أخرى تعني؟ أحيانا نعم أحيانا، قلت لك في السلع الاستراتيجية مثل يعني على سبيل المثال القمح اختلفنا احنا سابقا وليس الآن. نعم. لكن لما وضحنا الأمور أمام المرجعيات الأعلى أمام رئاسة الحكومة كان واضح، وأمام جهات أخرى أنه واضح أنه نحن في المؤسسة نلتزم بتطبيق القانون ونلتزم بتطبيق القاعدة الفنية. الأخوان في الاتجاه الآخر في الجانب الآخر وهم عندهم أهمية الاستيراد وأهمية توفير هذه السلع الاستراتيجية، دائما نحكي لهم إحنا مع هذا الكلام، مع توفير السلع الغذائية والاستراتيجية وأيضا تخزينها ويكون عندنا مخزون استراتيجي، ولكن دائما نطمح أن يكون المخزون الاستراتيجي مخزونا آمنا. نعم. أولا. والشيء الثاني ما يتم تداوله في الأسواق سواء من المسؤول المباشر عن سلامة وضمان جودة هذه الأغذية؟ المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ونحن من نتحمل المسؤولية. وأيضا يعني لما وقعنا مذكرة تفاهم مع أخواننا في وزارة الصناعة والتجارة من 3 سنوات الأمور يعني تسير بشكل ممتاز ومرضي، ومطمئنين أيضا للإجراءات. حتى المؤسسة عم تشارك في الرقابة أيضا في لما يكون في زيارات خارج الأردن لمسألة عطاءات القمح وغيره. هلا الأعلاف والشعير والذرة هي من اختصاص وزارة الزراعة ولا نتدخل فيها. احنا في المؤسسة يعني صدقا لم يسجل علينا دخلنا على صلاحية الآخر. نعم. وأنا من هون بحكي انه لماذا لا تصنف العلف وهذه الأمور لا تصنف من ضمن الأغذية؟ لا هي أغذية حيوانية. نعم. من اختصاص وزارة الزراعة. هلا احيانا يستوردها وزارة الصناعة او وزارة الزراعة، نحن لا نتدخل في مسألة إجازتها، هم والإخوان مسؤولين كاملا عن إجازتها والالتزام بالمواصفة القياسية. من يضع المواصفة والقواعد الفنية هي مؤسسة المواصفات والمقاييس. نعم. في حال دكتور في حال وجود مخالفة او عدم تطابق للإجراءات المتبعة في مؤسسة الغذاء والدواء، ما هي الإجراءات للإبلاغ عن هذه المخالفات؟ أول شيء كمواطن عادي أقصد. أول شيء يعني إذا وجدت يعني في مخالفة من حق المستورد أن يعترض، فهذا كفلنا إحنا في القانون وفي النظام. بيعترض على الفحص المخبري، بيعترض على آلية أخذ العينات سواء كان جانب رسمي أو خاص، من حقه يعترض. فيعرض على لجنة الاعتراضات، لجنة الاعتراضات تجيز أو ترفض الاعتراض. إذا عرض وقالت نعم من حقه هذا الأخ يعترض، نذهب إلى التوسع في العينات المخبرية والتوسع في أخذ العينات. وإذا توائمت النتيجة الثانية مع النتيجة الأولى معناته تجاز، ما عندنا مشكلة. لكن إذا اختلفت النتيجة الثانية مع النتيجة الأولى برضو مكفول في القانون أن يذهب إلى مختبر ثالث تختاره المؤسسة. وعادة إحنا يعني مختارين عدة مختبرات مرجعية اللي هي الجمعية العلمية الملكية أهمها، ويكون الفيصل هو المختبر الثالث، لأنه عندك نتيجتين لازم المختبر الثالث يكون مع أحد النتيجتين، نتيجته يعني ما بكون سالب أو موجب، فبصير عندك نتيجتين. على هذا الأساس تتخذون الإجراء، بكون عندك نتيجتين ضد النتيجة، وهذا منطق وعدل وشفافية أيضا.
ولا نتدخل احنا لا باخذ العينات ولا بالنتائج هم من يقررون المختبر اللجنه الفنيه، واحنا عندنا في المؤسسه العامه للغذاء والدواء مختبرات اولا حاصله على الايزو، ثانيا حاصله على الاعتماد الوطني، وذهبنا اكثر من ذلك ايضا من خلال طبعا يعني رفضه بالكوادر، رفضه بالاجهزه الفنيه، ذهبنا الى التخصص المخبري، بمعنى انا بدي بس يعني بدي اخذ اعتماد في فحوصات القمح، في فحوصات المتبقيات، في فحوصات الخضار وهكذا. وهذا ببني صراحه ببني دور المؤسسه وبعزز مصداقيتها وثقتنا بعملنا، وايضا هذا ينعكس على انه الناس تثق في هذا القرار. وهذا يعني حتى جاءت وفود وقيمت المختبر ووجدته من أفضل المختبرات في مجال الغذاء والدواء في المملكة. نعم. مشاهدينا ابقوا معنا فاصل قصير ونعود لمتابعة برنامج أسواق، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد وعودة لمتابعة برنامج أسواق، وضيف حلقتنا لهذا الأسبوع الدكتور هايل عبيدات مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية. دكتور، طبعا مؤسسة الغذاء والدواء هي من المؤسسات الرائدة في الأردن من خلال إنجازاتها، ولكن في الآونة الأخيرة لا أريد أن أسميه تقصير، ولكن حصل بعض عدم الوضوح بالنسبة للمواطن بخصوص موضوع أو الأشخاص الذين أثاروا قضية الدجاج الفاسد، وهي قضية رأي عام أصبحت في الآونة الأخيرة. هناك كان عدم وضوح بالنسبة لمصير هؤلاء الأشخاص، إلى أين وصلتم بهذه القضية؟ يعني أولا يعني أنا أقبل النقد والنقد الذاتي، ما عندي مشكلة، حتى لو كنت مقصر عندي استعداد أتحمل المسؤولية، هاي أول شغلة. لكن أنا ما أود أن أوضحه بشكل عام، المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقوم في العام الواحد أكثر من 240 ألف زيارة ضمن 80 مفتش و1800 منشأة غذائية و82 مصنع غذائي و82 ألف منشأة، نستطيع الوصول ل 85% من هذه الأعداد، ونسبة المخالفة تقريبا حوالي 6-8% في الغذاء المتداول، ونستورد في العام الواحد ما يقارب 4 مليار دولار سنويا أغذية غذاء، وتقوم المؤسسة بالإشراف على هذا الاستيراد، الإشراف والرقابة والإجازة. هذا العدد وهذا الكم وهذا الأرقام اللي بحكي لك إياها، لابد أنه يكون في عنا أحيانا يعني بالمناسبة الغذاء المستورد نسبة المخالفة فيه يعني 0.5%، نسبة لا تذكر. النسب اللي بحكي لك إياها والأرقام اللي بحكي لك إياها موافقين منها بناء على أعداد زيارات، بناء على قديش بنحول على المخالفات، على المحاكم، على الإغلاق، على الإتلاف. يعني لما يكون عندنا نسبة المخالف يعني 6% وتتصدر القطاع الغذائي وقطاع الإعداد الغذاء اللي هي المطاعم والكذا، وأيضا المنشآت الأخرى زي الحلويات والمخابز وكذا، فأمر طبيعي لأنه هذه القطاعات الأكثر إقبالا من المواطن، بده يأكل. صحيح، عرفتي كيف؟ نرجع لموضوع الدواجن، وإن كان يعني أنا بحترم القضاء وواثق في قضائنا أنه حاليا في عهدة القضاء، وبعتقد عدم الوضوح صار هو من الضغط والضخ الإعلامي والمواقع التواصل في الموضوع هذا، ما خلوا حدا يعرف يحكي. احنا كان هناك هجوم مبالغ فيه، انا بعتقد كان في يعني احنا هذه الاجراءات انا باكد لك انه نقوم بها شهريا، ما عندنا مشكله باتلاف 100 طن او 50 طن او 20 طن، امر طبيعي يعني. امر طبيعي، ونعيد التصدير الاف الاطنان ونمنع دخول نفس الشيء. هذا الحكي بحكي لك اياه يعني ممكن يعني الأرقام أحيانا الواحد بنساها، بس يعني لما يكون أنا عندي 6000 طن أنا رافض إدخاله، 6000 طن عفوا متلفه، وعندي 60000 طن رافض إدخالها، ما وصلت أصلا، من ما دخلت الحدود الأردنية يعني على الحدود من رجحها لأنها مخالفة، لأنها غير صالحة للإستهلاك البشري أو مخالفة للقواعد الفنية. هذا الكم يعني
أنا كنت بستغرب ليش التركيز، ليش شحذ الرأي العام عليها، بحترم هذا الكلام، لكن اللي صار ببساطة تم ضبط 6.5 طن في الكرك بداية في منطقة المزار. تحركنا على منطقة معان، وجدنا مستودعات، مستودعات فيها كان الغير صالح، بحكي 72 طن الغير صالح، الآخر صالح، ما تدخلنا فيه. تتبعنا السلسلة إلى من، احنا بنحكي عن وثائق، إلى من تعود هذه الشحنة، إذا من تعود هذه المستودعات، من أين تم شرائها وأين تم بيعها. اللي بدي أطمنك إنه نفس سلسلة التخزين، نفس سلسلة البيع الموزع. وبطمنك أكثر، وبطمن المواطن إنه على مدى عام إحنا كنا متلفين هذه الكميات وأكثر لدى نفس سلسلة البيع، والحمد لله إنها ما توسعت وراحت على مثلا مناطق أخرى زي إربد أو الزرقاء أو الكرك أو معان، ولا يعني مولات داخل عمان كمان. هي حصرت ضمن تزويد، تخزين، توزيع نفس الأشخاص، وهذا يعني بطمننا الحمد لله. إنه وبالوثائق بقول لك قديش متلفين كمان من هذه المادة. هلا هذه موجودة من أحد المسالخ القطاع الخاص، كيف وشلون هذا احنا بنتركه للقضاء ونحترم رأي القضاء فيه. تم بهذيك الفترة تم استدعائي من دولة الرئيس، وتم التوافق على استدعائهم من قبل عطوفة المحافظ العالي، عطوفة محافظة العاصمة، وتم إيداعهم إلى النائب العام اللي يعني تم إيقافهم على ضوء هذا ما يقارب الأسبوعين. وبعدها ما في يعني حدا بده يضل قاعد في السجن، في قضاء بدنا نحترمه، وهي حاليا في ايد القضاء. هلا القضاء يحكم بالوثائق اللي عنده، واحنا كنا شهود زينا زي اخرين في الموضوع هذا. انتهى دورنا حاليا وهي في عهدة القضاء، وبعتقد ما في داعي يعني للتوسع اكثر من هذا الكلام، سوى اني باكد للمواطن من خلال شركة. وهو أمر طبيعي دكتور، يحدث بأي دولة في العالم أصلاً، ليس بهذا الحجم. بدي بأكد لك أنه 97% من مصادر غذائنا معروفة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء. يعني أنت تجيبي لي يقولي لي أنا اشتريت لحم أو جاج أو كذا، بتتبع لك مصدرها. سمك نفس الشيء، حتى مواد أقل خطورة يعني أقل استعمالاً أقصد. يعني قولي لي أنا اشتريت حمص وفول، هاي البطاقة عندي، بقول لك هذه للتاجر الفلاني، أجت من الدولة الفلانية بالتاريخ الفلاني، ويعني بعطي اللي هو نظام التتبع لنا. هلا بمسألة المسالخ ليست من اختصاص مؤسسة العامة للغذاء والدواء، هي اختصاص البلدية، وزارة الزراعة والبلديات وأمانة عمان. فمن هون أنا ما بقدر أدخل على اختصاص غيري، ما عندي تداخل مع الآخرين. يعني أنا بقول ليش يعني لابد، وين كنا قبل 5 سنين أو 6 سنوات؟ ليش ما كان كل واحد يقوم بدوره؟ ليش ما كنا نحكي عن إتلاف أو إغلاق؟ صح، أنا من حقي أتساءل هذا السؤال كمواطن، نعم، مش كمدير عام. لكن التقليد في العمل لا يجوز، أصلاً يضر في العمل. إحنا عندنا فلسفة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، من لما يعني تحملت المسؤولية فيها، نحن شركاء في المسؤولية وليس شركاء في الأرباح مع القطاع الخاص، شركاء في المسؤولية. من هون تبني جسور الثقة مع أخواننا في القطاع الخاص حتى يقدر يجيب بضاعة آمنة وسليمة وتصل للمواطن بشكلها الصحيح. بدول أخرى يعني مواطنينا وإحنا منروح لها لا تبلغ نسبة معرفة مصدر الغذاء أكثر من 68%، وهي مقصد سياحنا، بينما إحنا 97%، لكن ممكن يكون في خلل أنا ما بنكره. لكن لا تستطيع أي جهة رقابية أنها تكون في كل عبوة غذائية. من هون نعتمد على وعي المواطن، نعتمد على بناء جسور الثقة، وهذا أيضا بقانوننا، أنه كيف تبني شراكات وجسور ثقة مع
مؤسسات شبيهة زينا وأيضا مع قطاعات أخرى حتى تضمن بالأخير شغلتين، سلامة غذاء وصحة الغذاء وأيضا مأمونية الدواء، وبنفس الوقت ما يكون في انحياز أو تعسف في تطبيق القانون أو انحياز لجهة أحساب جهة. نعم. دكتور، ما هي المعايير التي تضعها مؤسسة الغذاء والدواء للرقابة على الغذاء والدواء المحلي والأجنبي؟ أهم المعايير بالنسبة للغذاء صلاحية الاستهلاك البشري، عدم وجود مخالفة حرجة، وهذه كل يعني حسب المادة الغذائية، يعني التعامل مع مواد غذائية زي اللحوم والدواجن والأسماك يختلف عن التعامل مع المواد الصلبة أو المواد الجافة. الشيء الثاني مدد الصلاحية، وإذا كانت الإصابات حقلية أو حشرية، هذا بالنسبة للغذاء. بالنسبة للدواء، أولا مأمونيته وفاعليته، يعني كمان أنا ما بقدر أجيب دواء أسمح باستيراد دواء فاعليته أقل من 99 أو 100%، لابد أن تكون في دراسات للتكافؤ الحيوي، في دراسات المأمونية، في دراسات إثبات الفاعلية، وهذا ما تقوم به المؤسسة عند استيراد الدواء. وأيضا للدواء المحلي، بدون هيك ما بقدر أسمح له يتم تداوله أو يصدره إذا ما كان في دراسة مأمونية وثباتية وأيضا دراسات سريرية تعزز مأمونيته. للسبب هذا إحنا دوائنا الحمد لله بصل لما يقارب 68 دولة في العالم، بنصدر أكثر ما بنستورد، بنصدر ما يقارب، العام الماضي كنا مصدرين ما يقارب 676 مليون دينار مقابل مستوردين 554 مليون، وهذا يعني الميزان التجاري بميل لصالح الصناعات الدوائية المحلية. السابق دكتور كانت الأردن من الدول الرائدة في تصنيع الدواء، وما زالت، لا زالت. أنا بذكرك أنه إحنا كنا قبل يعني أكثر من 12 سنة، خليني أحكي لك، إحنا كنا نصدر 100,000 دينار فقط. منذ إنشاء المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهذه كانت أنا بعتبرها هي يعني هدية الحكومة الأردنية، أي حكومة، هدية السيستم نفسه، أنه للقطاع الدوائي وللمواطن أيضا وللغذاء هو إنشاء المؤسسة العامة للغذاء والدواء. لكن أكثر جهة مستفيدة من إنشائها هي قطاع الدواء والمواطن. إذن ما زال الأردن مستمر في ما زال يتسيد الدواء ورائد في هذا ورائد فيها، ولكن حاليا في تنافس، حتى أكون معك صادق، ومع أخواننا سواء في قطاع الصناعات الدوائية وأيضا الجانب الاقتصادي. هلا في أولا في منافسين إقليميين من أشقائنا، وهذه كانت أسواق لنا مغلقة للصناعة الدوائية الأردنية، هي نمت خاصة في دول الخليج والسعودية، نمت صناعات دوائية متميزة أيضا عندهم، فلا بد أن يكون التنافس يعني يحصل، ولا بد أن يكون في اهتمام من هذه الأسواق العربية أنه أنا طالما عندي صناعتي بدي أخذها. الشيء الثاني، الظروف الإقليمية في العراق واليمن وليبيا برضو تأثرت، لأن هاي أسواق تقليدية للصناعات الدوائية، ولكن ما زلنا نتصدر الصناعات الدوائية العربية. أولا قطاع الدواء ما زال عندنا يعني كصادرات أفضل، وبميل للميزان التجاري لصالحنا، لكن إذا بقينا هكذا سواء الصناعة الدوائية الأردنية أو الصناعات الدوائية العربية أمامها تنافس مع آخرين. إقليميا بتحكي عن صناعات دولية زي صناعات الهندية والصينية، وفي تنافس حاد مع جنوب شرق آسيا. إذا ما انتبهت الصناعة الدوائية الأردنية والصناعات العربية أيضا لهذه المخاطر، سوف يكون محدودية في التنافس. لابد من التطوير والتحديث وتشجيع الدراسات، برامج الدراسات والبحث العلمي، وإلىها اهتمام أكثر، ورصد أيضا مبالغ يعني مبالغ مالية من قبل الشركات الأدوية المحلية لهذا المجال. بغير هيك ما بجوز إنه إحنا صناعتنا نظل نقلد. يعني مثلا دواء زي الريفانين تصنعه تقريبا ما يقارب 14 شركة من أصل 22. الفولترين نفس الشيء اللي هو مسكنات، أدوية المعدة في عندك 11 شركة أو 12 شركة. إذا بقينا نقلد بعضنا البعض كصناعات دوائية، أنا بعتقد كيف تكون الرقابة على هذه المصانع؟ تكون على المصنع ككل أم على المنشآت التي تبيع هذه الأدوية أو تروج لها؟ نراقب على على المادة الخام أولا، المواد الخام تستورد يعني للصناعات،
ونراقب على خطوط الإنتاج ومدى موائمتها مع المعايير العالمية والدولية، خاصة المعايير الأمريكية والاتحاد الأوروبي، يعني متمسكين فيها لأنها هي اللي أعطت مصداقية للدواء. مدى تطبيقك للأنظمة هاي أنت بتعطي تنافس صحيح، ولسبب هذا وصلنا إلى 80 دولة أو 78 دولة. لكن أيضا خطوط الإنتاج وأيضا المنتج النهائي، ونقوم بمراقبته على التشغيلات، ولا نعتمد على التشغيلة فقط واحدة، نأخذ لأربع على ست تشغيلات، بالإضافة للفحوصات المخبرية للتأكد من فعاليته، وأيضا ديمومة الفعالية هاي، إضافة للدراسات السريرية ودراسات التكافؤ الحيوي اللي هي ضرورية في هذا المجال. ولكن بنفس الوقت برغم من اللي يعني ألفت انتباه أخواننا، وطالما اسمه برنامج أسواق، بالرغم مما تمر فيه الشقيقة سوريا، ولكن يصدروا إلى 55 دولة. من هون علامة إحنا بنقول ندق جرس الإنذار أنه لابد من إعادة النظر والانتباه إلى المستقبل، لابد أنه ننتبه ونروح للصناعات البيولوجية ونحفزها، للدراسات أيضا السريرية تتطور ونتوسع وتطور. وفي دول يعني دول لا أريد أن أذكرها، من الدراسات الدوائية بتجيب 4 مليار للأسف، وتصدر سوقها أكثر من 28 مليار. فمن هون لابد أنه ليش في رصد واهتمام في الدراسات، في البحث العلمي، في تحفيز هذا المجال، وأيضا بناء قدرات ذاتية. هذا لابد أن ننتبه لها. أنا أعتقد حان الوقت من جانب بعضنا البعض نركز، وما زالت عندنا الفرصة. من هون لما نحكي أنه الاندماج في الصناعات الدوائية، مو معنى أن أنا بدي أدمج عائلة مع عائلة، لا على الإطلاق. أنا بحكي اندماج خطوط إنتاج، اندماج فني، بمعنى اكس من الشركات تروح تصنع أدوية سرطان، اكس ثاني واي من الشركات تروح تصنع مضادات حيوية، زد تروح تصنع بيولوجيكال. أنا بعتقد هذا التكاتف، هذه الاندماج، هذه الوحدة هي من تحمي صناعتنا الوطنية والصناعة العربية أيضا، لأن التحديات الموجودة أمام الصناعة الدوائية الأردنية والعربية كبيرة. تحديات كبيرة، ولا أخفي سرا بحكم يعني أنا صار لي 6 سنوات وبقرأ وبتابع وشيء، أنا بأكد لك إنه الصناعات العالمية، أي شركة عالمية قدرتها يعني تقارب قدرة 7 بلدان عربية، قدرتها المالية إذا مش كلها. يعني في شركة اجمع الدول العربية كلها وشوفي قديش من وزنتها بتطلع قد هذه الشركة. ولجأت الشركات العالمية، لجأت للاندماج، بس مش تذويب الآخر، حكيت أنا اندماج فني. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة برنامج أسواق، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد وعودة لمتابعة برنامج أسواق وحوارنا وضيف حلقتنا لهذا الأسبوع الدكتور هاي العبيدات، مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية. دكتور هلك أنت تحدثنا عن آلية العقاب للمؤسسات أو الشركات أو المنشآت بشكل عام التي تبيع شيء فاسد أو منتهي الصلاحية أو سوء تخزين، حتى ما هي آلية العقاب؟ أوكي، يعني حتى أكون يعني أنا بشكر كل من يعني أنا جيت وأضفت لبنة للبناء، بشكر كل من سبقوني وبشكر زملائي اللي في المؤسسة العاملين في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، زميلاتي وزملائي. صراحة أنا أجيت في 2012 فكنت أجدد موظف عندهم، فلولاهم ما كنا بنقدر يعني صراحة ما كناش بنقدر نصل للي إحنا فيه، فكل الشكر لهم صدقا. هلا ما استطعنا عمله بعد يعني مكوث 3 سنوات، لجأت لشغلتي تحديث التشريعات، وهذه كمان بالقانون وبرسالة المؤسسة لابد من موائمة ومواكبة التشريعات العالمية وتطوير تشريعاتنا حتى ترتقي لها. فأعدنا النظر وحدثنا قانون الغذاء في عام 2015، بالرغم مضى على قانون الغذاء أكثر من 25 سنة ما واحد فتحه، قانون الدواء
حدثناه بال 2015 قانون المخدرات المؤثرات العقلية، وأيضا ما نتج عنها اللي هو الأنظمة الناظمة للقوانين هاي، نظام الفحوصات المخبرية، نظام التفتيش على المصانع، نظام التفتيش على الغذاء، وأيضا التعليمات وهذا كله بتم طبعا يعني بتم أول شيء من خلال اللجان الفنية، بعدين اللجنة العليا للغذاء والدواء حسب الاختصاص، وأيضا بعدها مجلس الإدارة، وبعدها بروح للرئاسة، وبعدها المرور بالقنوات التشريعية مجلس النواب والإرادة الملكية، والحمد لله أنجزنا كل هذا الحكي. وأيضا بدأنا بإنشاء المبنى يعني كمان يعني بشهر 9 إن شاء الله مفروض نستلم المبنى بمنحة خليجية، وأنا بعتقد أنه أيضا طورنا الكوادر من خلال الدورات والبعثات اللي هي الكباسيتي بيلدينج، والحمد لله إحنا برضو أدخلنا نظام النظام الملف الإلكتروني، ونقدم أكثر من 20-30 خدمة إلكترونية. ونظام الورك فلو هلا انهينا منه، هلا الشركات كلها على يعني وهي بالمستودعات بتقدم الادويه في مجال الدواء، ولا اسبوع هذا بنبلش في الاغذيه الخاصه وايضا مستلزمات ومواد التجميل. ومع اليو اس ايد عندنا مشروع اللي هو نظام الملف الالكتروني، بعتقد في الثلث الاول من 2018 بنكون منجزينه، وهذا كثير بخدم الصناعات الدوائيه وبخدم قطاع الدواء والمواطن. هلا التدرج في العقوبات، ليش حكيت لك المقدمه هاي؟ لاني راجعنا العقوبات، صرنا نميز انه في شيء اسمه غش في البضاعه لكنها صالحه للاستهلاك البشري، مثل التلاعب بالتواريخ، مثل التلاعب بالتواريخ وبطاقه البيع، هذا غش طالما في اهم شيء العنوان الصلاحي للاستهلاك البشري. فصار في تدرج في العقوبات، الغش والتضليل غير عن الصلاحي للاستهلاك البشري، صار في دمج. قبل كنا يعني القوانين السابقة كان يقول لك عقوبة سجن أو غرامة، هلا لا، سجن أو غرامة. صار في عندنا التدرج في العقوبات، أيضا في عندك بلاك ليست وفي عندك قائمة ذهبية، هذا بيساعدنا سواء في الغذاء أو الدواء. أنا بحكي طبعا بيساعدنا أنه كمان المواطن يوعى أنه في نوع المواطن أنه في شركة مخالفة أو مستودع مخالف أو منشأة مخالفة. هذا الحديث وقودنا انه احنا لا نسعى للتشهير بقدر ما هي التوعيه، من حق المواطن انه يعرف هذا ومعالجه الامر. الشيء الثاني مثلا بالجنائي صار موضوع اذا كان في تسمم غذائي، بالرغم الحمد لله انه احنا صرنا 7 سنوات ما في عندنا تسممات غذائيه، والحمد لله بالرغم من شايف رمضان والصيف والكذا والشيء ما عندنا. عندنا قد تكون تسممات فرديه يعني ممكن تكون، هذه لاحظنا انه يعني في زياده فيها الفتره الاخيره. بحكي لك ليش وبحكي لاخواننا المواطنين ليش؟ الانتشار العشوائي للمنشآت الغذائيه وتاثرنا باللجوء السوري. نعم. ايضا لانه اجاني ناس ما بعرف شو الشهاده الصحيه اللي عندهم، فتحوا بمناطق عشوائيه، والفتح في مناطق عشوائيه ليس من اختصاصنا، برضه بيرجع للبلديه. إذا دائما نقول إنه إذا أنت سكرت من البداية يعني طبقت القانون والنظام بأصوله تستطيع أن تضمن النهاية. نعم. فهذه يعني رسالة للجميع أنا بوجهها. نعم. من هنا يأتي يعني بصير لا تستطيع الجهة الرقابية أنها تظلها تفتش، مو موضوع الجي اف دي اي أو المؤسسة عن الغذاء والدواء مش تفتيش دورنا فقط. عندك دراسات وعندك دراسات مخاطر وتحليلها وجدوى اقتصاديه والى اخره، ومن هون هذا بنشتغله يعني احنا مش بالعكس بدعي يعني حتى الجامعات للشراكه معنا في موضوع الداتا بيز اللي عندنا في موضوع الفحوصات المخبريه وغيرها. من الاشياء اللي كانت كمان ملفته في الغذاء انه اذا كان في تسمم او اذا كان فيها وفاه لا سمح الله، وانه انها اصبحت جنايه يستطيع المواطن كفلنا حق المواطن في التقاضي عقوبتها على قانون الجنايات وإضافة الأمور التي قمتم بتعديلها. نعم. أو تعديل العقوبات والتدرج فيها. عرفت علي كيف؟ قبل كان يعني هذه في كان في هل المواطن لديه وعي كافي بهذه يعني حتى يعني المواطن اكيد يعني احنا كان في لدينا حملات توعيه ووزعنا القانون على مؤسسات المجتمع المدني، وبتعرفي ايضا يعني على موقع المؤسسه موجود هذا،
وايضا مع التنسيق مع القضاء، انه تدرج مساله في وضوء، في لابد انه نميز بين شيء اسمه صالح للاستهلاك البشري، شيء اسمه فاسد، غذاء فاسد، شيء غير صالح، شيء مغشوش او مضلل. ما بصح كل شيء نقول عنه فاسد او غير صالح، لا مش هيك الموضوع. يعني اذا بطاقه بيان مخالفه مش معناته غير صالح. اذا يجب ان يميز يميز نعم يميز، حتى هذا اللي احنا بنقع فيه احيانا في مسائل الراي العام ومسائل بعض وسائل الاعلام، انه كل شيء فاسد، لا مش كل شيء فاسد، هو مخالف. هناك تدرج كما قلت. نعم في تدرج. بالدواء نفس الشيء، احنا تم يعني تجفيف منابع الدواء المزور، ما عندنا من 2014 معنا اي دواء مزور في الاردن. الشيء الثاني، ما عندنا مؤسسه دوائيه سواء في القطاع الخاص او العام انها يعني تهتم في مساله التداول في الغذاء في الدواء المزور. ضعفنا العقوبه وصارت عقوبه السجن وغرامات عاليه، وايضا ما في عندنا صيدليات تتعامل، ما في عندنا مصانع ادويه تتعامل في الموضوع هذا، ما عندنا مستودعات. اذا كل الثقافه وكل البيئه سواء في القطاع الخاص او القطاع العام هي ساعدت، بالاضافه لوسائل الاعلام، وايضا يعني كان في تنسيق مع الاجهزه الامنيه وخاصه الشرطه والاداره الملكيه لحمايه البيئه. يعني نسقنا وقضينا على كل هذا من 2014، ما في ادويه مزوره في السوق الاردني، وبنفس الوقت مخصص معروف. يعني هلا ما تيجي تقولي لي ليش موجود على البسطات؟ طبعا احنا عارفين انه الدواء يباع في الصيدليات، لا يباع صحيح. في اي مكان اخر. اذا انا يعني مسؤول عنه. مش مسؤوليتي انا، يعني انا بعرف انه كمواطن بعرف انه ما بنباع، طب ليش تروح تشتري؟ صحيح. يعني هذه هيك ببساطه، يعني مش معقول تشتري شيبس انت او بندوره، عرفت كيف؟ فهذا التدرج. الشيء الثاني برضه يعني بمكافحة المخدرات، يعني احنا كنا من اوائل المؤسسات اللي انتبهنا للجوكر وعالجناه في القانون، ما كان في الجوكر في قانون المخدرات ما كان مدرج، فاحنا بالتنسيق مع اخواننا في مكافحة المخدرات والقضاء العسكري ادرجناه. لكن قبل كان يطلع بكفالة، يعني عقوبته 250 دينار، لا هسه عقوبة مخدرات فيها اعدام وفيها مصادرة اموال وما اخره. انا بعتقد هذا انجاز تشريعي تم لحماية المواطن. صحيح. ولحماية الصناعة أيضا برضو، لما إحنا نحكي عن يعني عن إنه إحنا مثلا عملية تسجيل الأدوية وتسريحها، عملية تسعير الأدوية هي السلعة الوحيدة اللي بتسعر من قبل الحكومة الدواء، لما إحنا نراجع الأدوية كل سنة ونصل لتخفيض ما يقارب 1800 دواء أردني، دواء في السوق الأردني وليس دواء أردني، محلي أو أجنبي. محلي أو أجنبي، عرفت كيف؟ معناته هذا انجاز. يعني في ادويه كنت تشتريها ب 80 دينار هلا بتاخذيها ب 22 وب 12 و18 بدون الاسهاب في هذا الموضوع، ولكن هذا بالقانون يعني، والانظمه اللي صادره بمقتضى القانون كفلت لنا حق اعاده النظر بالسعر، تخفيض الاسعار، وايضا ايقاع غرامات على المخالف. نعم. ويعني بالعكس، يعني حتى رفضنا الخزينه بهذه الاموال. دكتور، هناك ايضا مشكله تعاني منها بعض المنشات، هناك ازمه نظافه في بعض المنشات او المطاعم، هل لكم دور او هل انتم مسؤولون عن هذا الموضوع؟ اكيد النظافه مع اكيد. نعم اكيد، هذه من شروط الصحه العامه. يعني ليش قلت لك في 10 مخالفات حرجه؟ لا تستطيع اي مراقب او مفتش غذاء التغاضي عنها. نعم. اللي هي الصلاحيه للاستهلاك البشري اول واحده. اثنين، انتهاء مدد الصلاحية أيضا لأي مادة غذائية. طبعا في تفريق بين غذاء جاف وغذاء لحوم وأسماك، يعني بتختلف. وأنا ليش نقول لك درجة المخاض؟ أيضا إذا في يعني إذا في وسيلة اتصال بين المياه العادمة أو الغير صحية مع المطبخ أو مكان الإنتاج، النظافة الشخصية بمعنى سخلوه من الامراض. نعم. سلامته من الامراض، ما يكون في عنده امراض ناقله زي الهباتايتس زي. اذا هناك حملات تفتيشيه على نظافه المنشات يعني والمطاعم باستمرار. وانا بعتقد يعني بناء على الاحصائيات، انا ما تنزل عندي حده المخالفات. يعني هلا انت راجعين، انت اعلاميه، ليه انت اغلقت مطعم؟ ليش؟ لانه صار في ثقافه.
صار في ثقافة عند الجهتين، الأول اللي منراهن عليه المواطن صار يسأل عن الصلاحية. يعني وجدت قضية رأي عام حول أهمية سلامة الغذاء. هل إجراءات الشكوى من قبل المواطنين مسهلة؟ يعني مثلا إذا وجدت أن مطعم غير نظيف أو سهلة جدا. أول إشي عندنا الخط الساخن، وشيء ثاني عندنا وسائل التواصل سواء الميديا اللي هي الواتساب الفيسبوك. نعم هناك مواقع أبدا ونتابعها نتابعها باستمرار، وبتجينا بالإضافة للإيميلات والرسائل الشخصية، وموجودة على موقع المؤسسة وأيضا في الفروع. فدائما فلسبب هذا نسبة حدة المخالفة يعني انخفضت. نعم ونسبتها انخفضت. نعم دكتور، هل هناك قرارات أو تشريعات معينة تطلبوها من الحكومة لتقوم المؤسسة بدورها وبحيادية وبشفافية وبقوة أيضا؟ هل هناك شيء تطلبونه من الحكومة؟ يعني أنا بعتقد نعم. يعني بعد يعني أنا ما يعني يعني بعد 6 سنوات شو تتوقعي؟ أكيد الواحد طلع باستنتاجات وخبرة، وما عندي أي أجندة شخصية على الإطلاق في الموضوع شخصيا. يعني بالعكس، يعني هو يعني أنا وقت الراحة أنا بطلب تحصين للمؤسسة وللعاملين في المؤسسة ومزيد من الاستقلالية. لا يجوز أنه كوادر المؤسسة تبقى هيك. يعني إحنا هذه الكوادر كلها بعدنا دربت من شراكات مع السويد والدنمارك واليو اس اف دي اي وعدة يعني مؤسسات دولية. لابد وبنت جيل آخر، بس لابد أنه برضو نطور هذه الأجيال ونرفد المؤسسة، لأنه تطور العلم، علم الغذاء تطور، علم الدواء تطور، الأسواق تطورت اللي هو اسم برنامجك، الأسواق تطورت أيضا، والمواطن بطل يقبل بأي شيء. فلابد أنك تطوري على المؤسسة، لابد أن يكون أكثر استقلالية مع احترامنا لكل مؤسسات الدولة، بس هذه مؤسسات مربوطة في كل دول العالم في صاحب القرار. يعني في أمريكا مربوطة في البيت الأبيض، في عدة دول مربوطة هون في إخواننا، عند السعودية مربوطة هي مع يعني مع ولي العهد وهكذا. أنا بعتقد هذه مؤسسات رقابية، لابد أنه يتحصن موظفها، يتحصن ما بحكي عن مديرها، بس الموظف لابد أنه يحصن حتى يعني يقوم دوره. لأنه أنا بحكي لك يعني أكثر من 10 مليار تجيزه أو تمنعه المؤسسة العامة للغذاء والدواء. نعم. مين بيمنعه؟ مش المدير العام على فكرة، هي اللجان وهي الموظفين. فإذا ما أنت حصنتي هذول نخشى أن نقع في المحظور. صحيح. دكتور، ما هي الرسالة التي تريد أن توجهها للمواطن من مؤسسة تمس حياته وتمس قوت يومه؟ أنا الرسالة الأولى فعلا يعني بناء جسور ثقة. ما زلت براهن على مواطننا وعلى أخونا أنه وعيك هو الأساس في عملي. إحنا أبوابنا مفتوحة، وسائل التواصل معنا مفتوحة، لا تستحي في الحق. هاي واحد. الشيء الثاني، بس ما بدنا مبالغة. يعني من بعض وسائل الإعلام بيكون في تركيز ومبالغة، وهذا لمسناه. وأنا ما بخفي أنه البعض قد يعني يروح لمسار آخر يضر في المصلحة العامة ويستضيع الحقيقة، وهذا يعني إحنا بنعرفه. قلت لك طالما برنامجك أسواق، في شكاوي أيضا من أصحاب المنشآت في هذا الموضوع، وبتعرضوا لبعض الممارسات اللي هي غريبة عن مجتمعنا. فأنا بتمنى أنه دائما نكون موضوعيين في الطرح، ما نعطي الموضوع أكثر من معنى. الموضوعية في الطرح، وإحنا جاهزين يعني نكشف كل وثائقنا، ما عندنا إشي مخبى على الإطلاق. لأنه بالأخير أنا الشريك الأساسي معي جهتين، المواطن والسلطة الرابعة. فأنا بتوقع أنه أكثر من هيك شراكة، وهي السلطة الرابعة وسائل الإعلام بكلها المقروءة والمسموعة. إذا ما ساعدتني بالكشف عن الحقيقة بتضيع الحقيقة. نعم دكتور هاي العبيدات، مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية، أشكر حضورك وأشكر تحليلك وحوارك معنا. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، وبتمنى لكم كل خير ولمحطتكم كل خير، وإن شاء الله لمشاهدنا مواطننا، وحمى الله الأردن يعني وحمى شعبه وحمى قيادته. شكرا جزيلا.
وأنتم مشاهدينا نشكر لكم طيب المتابعة، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة بإذن الله. إلى اللقاء.